إذ تعمل حكومتنا حالياً بالتنسيق مع كافة المتداخلين وبشكل أفقي على تنفيذ العديد من المشاريع الرقمية في مختلف القطاعات، وتتمحور سياستنا للرقمنة حول الأهداف والإجراءات التالية: أولاً، مراجعة الأطر التشريعية للرقمنة ومزيد حوكمة القطاع بما يتماشى مع التطور السريع الذي تشهده تكنولوجيات الاتصال. ثانياً، تحقيق الإدماج الاجتماعي الرقمي والمالي وتقليص الفجوة الرقمية بين مختلف مناطق البلاد وبين مختلف فئات المجتمع. ثالثاً، تطوير ودعم البنية التحتية لشبكات الاتصال ذات السعة العالية، وذلك في كامل تراب الجمهورية. رابعاً، دعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتطوير قدرة المنظومات الوطنية قصد تقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية وذات قيمة مضافة. خامساً، تأمين الفضاء السيبرني الوطني وتوفير السلامة المعلوماتية للنظم والشبكات قصد تعزيز السيادة الرقمية.